تيجي نلعب. رجل تاني مرة الطب اللي قمت فيه بعته حدا غيرك، ما بتنحرش في هيك، سؤال سؤال وبعد انت كنت من اقرب المقربين للجنرال ميشيل عون، تحديدا بالفتره اللي حملت فيه الام تي في يعني قضيه الجنرال عون وعلت الصوت، كيف توصف كلامه اليوم؟ بتعرفوا وقت قريت التعميم الصادر عن العماد ميشيل عون بخصوص منع محطه الام تي في او مندوبين الام تي في او كاميرا ام تي في من الدخول الى منزله، ما بعرف ليش المشهد رجع فيه الى التسعينات، الى يعني بنص الألفين بمكتب جابرييل المر تحديدا. الضابط السوري ضابط الاحتلال عم يتحدى جابرييل المر بتحذيره وبتهديده انه اذا بيطلع ميشيل عون الليله معكم على المحطه مباشره، وكان بعده بالهوت ميزون قبل ما ينزل على باريس، رح تشوفوا شيء ما بيعجبكم. لدرجه وزير الاعلام بهداك الوقت اتصل بجابرييل المر وقال له انا ما قادر احميك، انت بتعرف شو عم بيصير. للعدل والإنصاف والتاريخ وأكيد يمكن أستاذ جابي بيتذكر هالحادثة تماما، بلحظة كان قراره حاسم بهذا الاتجاه أنه نحن مصرين على إطلالة العماد ميشيل عون، وكانت الإطلالة الأولى للعماد ميشيل عون على مؤسسة إعلامية لبنانية ودولية. كان في حظر كتير كبير على الرجل، تجرأت الام تي في بهذاك الوقت، وهذه الحادثة تكررت أكثر من مرة. وأنا ما بدي أقول إنه الام تي في دفعت ثمن كرمال العماد ميشيل عون، لأنه معركة الام تي في معركة حريات مش معركة أشخاص، ولكن كانت عم بتطل برئيس جميل، كانت عم بتطل بدوري شمعون، كانت عم بتطل بالعماد ميشيل عون، وهذا كان التحدي الكبير. وأنا يعني لفتني كمان التقرير عن موضوع الفيدرالية، على فكرة مش جديد بهاللحظة التاريخية والمفصلية ما تشهده المنطقة وما يحصل تحديدا في لبنان، يعني هذه المواقف اللي عماد عون في أي سياق تأتي؟ موضوع الفيدرالية طرحه كمان بالتسعينات، كان بعده بباريس وقت اللي قال إذا خيرت بين الذمية والفيدرالية أختار الفيدرالية. ورجع كمان بدي أذكر هون بحادثة كثير مهمة، هو قبيل 13 تشرين كان في قرار عند العماد ميشيل عون بالانتقال إلى جزين مع حكومته. منعرف جزين بوقتها كانت خاضعة للاحتلال الإسرائيلي، وهذا الكلام يعني واضح وذكره اللواء نديم الطيف بأكثر من مناسبة. الاختلاط اللي عم بيصير اليوم، التخبط اللي عم بيصير اليوم بين، بدي أقوله وبعتذر للمشاهدين بس في قلة وفاء بهذا الموضوع، لأنه هل قد الام تي في قدمت، هل قد أقفلت كرمال قضية العماد ميشيل عون اللي كان حامل قضية الحريات في لبنان؟ مش هيك يبادل الإعلام الحر، واللي خسر بهالمعركة ونحن بنعرف مين ما كان يكون بيتطول على الإعلام هو بيكون الخاسر مش الإعلام. بدي أختم بهذا الإطار وأقول أنه مس بمؤسسة الجيش اللي هي قدس الأقداس عند اللبنانيين، ومس اليوم برمز الحرية الإعلامية باللبنان اللي هي الام تي في، أنا برأيي هذا تخبط ما بعده تخبط، والخاسر الأكبر هو العماد ميشيل عون، لأنه يعني خرج عن إطار الحريات العامة في لبنان.